بسم الله الرحمن الرحيم. معانا يا ولاد بإذن الله الدرس السادس في مادة المهارات المهنية مع مستر حامد البيومي. الدرس عنوانه العمل بقطاع السياحة. قطاع السياحة يا ولاد يعتبر من القطاعات المهمة جدا في مصر، حيث يزور مصر ما شاء الله أكثر من 10 مليون سائح كل عام، ويعمل في قطاع السياحة أكثر من 3 مليون شخص، وبيأدوا العديد من الأدوار المهمة، وبيهتموا بتقديم المساعدة للسياحة وتلبية مطالبهم. مش بس كده، ده في حرص تام على أمن وسلامة السياح خلال فترة رحلتهم، ويتمتع العاملون بقطاع السياحة بأخلاق وصفات حميدة عشان يدوا صورة طيبة عن العاملين في مصر في قطاع السياحة، لأنهم يعملون جيدا ويعلمون جيدا إن السلوك الأخلاقي والسلوك المشرف ليهم هيعكس صورة جميلة عن مصر وعن شعب مصر الجميل. تعال نتكلم على بعض المهن من البدايات. طاقم الطائرة مهمته إيه؟ التأكد من سلامة السائحين وتلبية مطالبهم خلال رحلة الطيران. طب ده بالنسبة للطاقم. طب بالنسبة للطيار ذاته، مهمته قيادة الطائرة والهبوط بالطائرة بشكل آمن في الموعد المحدد بالنسبة لي. طيب لما ينزل بقى خلاص السائح المطار ويركب سيارة، سائق سيارة الأجرة مهمته إيه؟ توصيل السائحين للفندق ومساعدتهم على حمل حقائبهم. طيب موظف الفندق اللي بيستقبل بيعمل ايه؟ بيستقبل السائحين بترحاب شديد ويساعدهم على تسجيل اقامتهم داخل الفندق بسهولة ويسر، ثم يوجههم الى غرفهم الخاصة. طيب موظف الخدمة بتاعة الغرف دوره ايه؟ الحرص على نظافة الغرف الخاصة بالسائحين وتزويدها بأدوات النظافة المختلفة الشخصية اللي بيحتاجها أي سائح معاه خلال فترة تواجده داخل الفندق. طيب الموظف المختص بمركز المعلومات السياحية دوره إيه يا ولاد؟ ده بيزود السائحين بالخرائط والجداول الزمنية اللي محتاجينها علشان يزوروا المعالم السياحية ويوجههم لوسائل النقل المناسبة. موظف شباك التذاكر لو راحوا متحف بيعمل ايه؟ بيبيع التذاكر للسائحين ويقدم جولة إرشادية داخل المعارض والمتاحف. طيب مسؤول خدمات نزلاء الفندق بيعمل لهم ايه؟ بيقترح عليهم وجبات الطعام المتميزة للسائحين، ويقدر يدلهم على أماكن ولوكيشن كثير من المطاعم. طيب طهاة الفندق الطاهي بيعمل إيه؟ إعداد وتجهيز الطعام الذي سوف يتناوله السائحين. طيب النادل بمعنى الخادم بيقدم الطعام وينظف الطاولة بعد الانتهاء من تناول الطعام، وبيرفع الأطباق إلى المطبخ من أجل غسلها. المرشد السياحي مهمته إيه؟ اصطحاب السائحين في جولات داخل المناطق السياحية، ومصر ما شاء الله غنية بالأماكن السياحية والأثرية المهمة على مستوى العالم. منظم الرحلات مهمته إجراء الترتيبات اللازمة للجولات السياحية التي يقوم بها السائحون. جدول جميل جدا ولخص المهن المختلفة لطاقم الطائرة والطيار وسائق الأجرة وموظف الفندق وموظف خدمة الغرف وموظف مركز المعلومات وشباك التذاكر وخدمات النزلاء وطهاة الفندق والنادل والمرشد السياحي ومنظم الرحلات. ما خلص درسنا إلا بعد ما نقول أسئلتنا. وأول سؤال بيقول لي تزويد غرف الفنادق بالأدوات الخاصة بالنظافة الشخصية، ده دور مين يا ولاد؟ موظف خدمة الغرف هو ده دوره. يبقى الإجابة موظف خدمة الغرف. النقطة الثانية،
مين اللي بيرتب الجولات السياحية للسائحين؟ أقول له عرفته. الإجابة مين يا ولاد؟ منظم الرحلات، اللي بينظم الرحلات. طيب المسؤول عن إعداد الطعام، أقول له عرفته. ده الطاهي اللي موجود في الفندق، طاهي الفنادق أو طاهي الفندق. طب الهبوط بالطائرة بشكل آمن، دي مهمة مين؟ مهمة الطيار. خلي السؤال أكمل ونيجي لسؤال اختر. ومعانا كم جملة؟ معانا يا ولاد 3 جمل. الجملة الأولى بيقول المسؤول عن استقبال السائحين وتسجيل إقامتهم، مين اللي بيعمل كده؟ برافو عليك، موظف الفندق. طيب يشتري السائحون تذاكر دخول القلعة، يبقى عن طريق مين؟ أقول له عن طريق شباك التذاكر. عند وصول السائح يقوم سائق مين بحمل الحقائب؟ سائق السيارة الأجرة. النقطة اللي بعدها صح وغلط، ومعانا 4 جمل. يقوم طاقم شركة الطيران بنقل السياح إلى مصر، الإجابة إيه؟ أقول له الإجابة طبعا صحيحة. تبدأ رحلة السائح لمصر عند وصوله للفندق، الإجابة خطأ طبعا. يساعد سائق الحافلة السائحين على تسجيل بياناتهم، الإجابة خاطئة. يتميز العاملون في مجال السياحة بتقديم المساعدة للسائح، الإجابة صحيحة. لو عايز تذاكرها بشكل منظم ومنسق، أدي الأسئلة سين وجيم مكتوبة كمبيوتر. طب لو عايز تذاكر الشرح وتذاكر التدريبات وتحل بإيدك، على أبليكيشن حامد البيومي، نزله من متجر بلاي وعرفه لزملائك وشير في الخير، خلي الكل يستفيد. لو عجبتك الحلقة لايك وشير وسبسكرايب لقناة روائع البيومي، ومنتظركم بإذن الله في الدرس 7، الحرف اليدوية وقطاع السياحة. في انتظاركم بإذن الله، مستر حامد البيومي.